أيتها الروح المقدسة قرني ماطة أيتها الفيروح متى تسمعين ركوع ركعنا فلوس دفعنا أكل وأكلت الأكل بتاعنا لبن خبز جبن كل شيء كل شيء لم تحققوا لي أمنية لم تدفعوا عني هزية لم تأتوا لي بهدية 2020 أسوأ عام ليا فئران فئران بكل مكان لكن حرمان 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 انتي ما فيه يسمع يلا سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كارني ماطا ده محمود صاحبي اقسم بالله ما كان عاوز اصور الحلقة عمال يقول لي يا عم الناس هتمسكني وهتشتغلني وبتاع وهو شكله هندي يعني هو ان في الدور ده بس هو الراجل يعني بريء من اي تصور ممكن حد يتصوره انه هو يعني هو الراجل مش عابد فار ولا حاجة هو سو فار عن عبادة الفار. عبادة الفار هي عبادة موجودة فعلا موجودة في الهند في ولاية اسمها ولاية راجستان الهندية. هذه الولاية فيها معبد المعبد ده اسمه كارني ماطا الناس بتروح هناك تعبد الفئران اللي احنا بنشوفه بنفط بنخاف من انا عن نفسي بخاف من الفئران عشان انا صريح وواضح اهو. اغلب الستات طبعا بيخافوا من الفئران الرجاله حسب وفي ناس تقول لك لا انا مش بخاف من الفار بس انا بقرف منه يعني هو ده على فكره هو ده بيخاف بس بيستعبط. المهم هم مين كارني ماطا دي؟ كارني ماطا دي واحده هنديه كانت بتعيش في القرن ال14 وكانت هندوسيه فالست دي كانت بتعيش حياة من التقشف والزهد والبتاع فالناس بقى عجبهم الموضوع ده فعبدوها رفعوها فوق منزلتها بالنسبة لهم لغاية ما هم جسدوها كأنها إله. طبعا احنا في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأنبياء وأشرف المخلوقات يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله يعني اوعى تنزلوني فوق منزلتي فأنا في النهاية عبد لله سبحانه وتعالى اوعوا تمدحوني بما ليس فيا. الناس دي بقى مدحت الست دي لغاية ما خلوها إلهة فلما الإلهة ماتت واخد بالك انت من الإلهة ماتت دي فلما الإلهة ماتت قالوا إن روحها تجسدت في الفأر وعليه فلا بد أن نعبد الفئران فعملوا معبد اسمه كارني ماطا. هذا المعبد معبد الفئران. هذا المعبد يحتوي على 20,000 فار. يا ترى الناس دول جابوا الفئران دي منين؟ قالك بيطلعوا يدوروا عليهم في الطرق يجيبوهم من الطرق يجيبوهم من المجاري ويدخلوهم. طبعا الفار لما يخش جوه ولاقي الناس ما بتقتلهوش وبيقدموا له حليب وجبنة الله أعلم بقى جبنة رومي ولا جبنة بيضة الله أعلم ويا سلام بقى ساعات يخشوا بالمخبوزات والشغل ده ما يقعدش ليه ده يقعد يا باشا ويبرطع ويلعب ويهز ديله زي ما بيقولوا. وخلي بالكوا ان هم كمان بيحطوا متاريس وحواجز علشان خاطر القطط او الحيوانات اللي بتحب ان هي تفترس الفئران ما تقربش من الفئران فالفئران هناك في مأمن اما هنا ليس لها الا البلغة عزكم الله. دي جزئية. تخيل بقى ان هم في المعبد يشوفوا فار ابيض يا لهوي ده هبة ده منحة من عند ربنا سبحانه ده ابيض ده بقى ده حاجة بقى يعني كارني ماطا على اصوله يعني. وخلي بالك ان الهندي اللي بيعبد الفار الفار عنده اهم من ولاده يجوع ولاده علشان يشبع الفار انا والله بكلمكم بجد يجوع ولاده علشان يشبع الفار اهم حاجة الفار هناك. طب لو انت ماشي في المعبد ودست على فار ما هي الفئران قاعده كده مع الناس يعني ما بتخافش منهم ولا بتجري منهم ولا حاجه ده يعني انت بتملس على راسها وبتاع وتلعب معاها. فلو واحد ماشي وداس على فار وقتله بالغلط جم الكهان بتوع المعبد قالوا احنا هنحط قانون ان اللي يقتل فار ولو على سبيل الخطا هيجيب تمثال على شكل فار من الذهب او الفضه وهي دي العقوبه بتاعته ويحمد ربنا ان احنا ما سجنناهوش. طبعا احنا بنقول الكلام ده ليه؟ بنقول ان لازال هناك اناس وبشر برغم التقدم والتكنولوجيا وعصر المعرفة لازال عقلهم ضيق وفي كل مكان على فكرة الناس دي بس مش لازم كلهم يعبدوا الفئران يعني ممكن انت تبقى دماغك ضيقة بس بصورة تانية ومن منظور اخر. الراجل اللي دماغه ضيقة ده اللي بيعبد الفار وبيتخيل ان الالهة بتاعته بتتجسد فيه بيروح للفار ويطلب منه ان هو يرزقه ان هو ينفعه ان هو يدفع عنه الضر وطبعا مش هيقدم له اي حاجه ده الفار هم اللي بياكلوا الفار. يعني ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم قال ايه لا نسالك رزقا نحن نرزقك
وهو يطعم ولا يطعم. فمين اللي بيأكل مين؟ يعني أي منطق ده اللي يفكر بهذه الطريقة ده؟ إن دل فإنما يدل على أن هؤلاء البشر لا يملكون مثقال حبة من خردل من عقل أو من فكر. ولذلك القرآن الكريم دايما يقول إيه؟ أفلا تعقلون؟ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. القرآن والإسلام يدعو إلى التفكر وإلى العقلانية وإلى استواء التفكير. فالتقليد الأعمى ده وجدنا أباءنا كذلك يفعلون لن يقودك إلا إلى الهلاك. على الإنسان أن يفكر دائما في أي شيء يعتقده. وهنا لازم برضو نعرف إن إحنا كمسلمين إحنا الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، اتولدنا مسلمين، لكن أغلب الناس ما بتفكرش في العقيدة بتاعتها من الناحية العقلية. طب أنا مسلم ليه؟ طب ما هي الدلائل التي استدللت بها على وجود الله سبحانه وتعالى؟ هذه المسألة في خلاف كبير جدا بين العلماء عن إيمان المقلد. هل الإيمان بتاع المقلد ده إيمان مقبول ولا غير مقبول؟ هي على خلاف، ولا نريد أن نحجر على الناس، لأن في ناس عوام ما تعرفش حاجة، هي مؤمنة بفطرتها. لكن أنا بقول لك على سبيل العلم بالشيء أن هناك خلاف قائم بين العلماء في حكم إيمان المقلد. إحنا بنقول تجاوزا أن هذا المقلد الذي قلد أباه المسلم هو مسلم حقا، ولكن علينا أن نتفكر وأن ننظر في خلق الله سبحانه وتعالى. فإن النظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى عبادة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أرباب وأصحاب العقول وأولي النهى والأحلام يتفكرون في خلق الله سبحانه وتعالى. فإنها تدل على وجود الله، وإنها تدل على أنه هو النافع والضار سبحانه وتعالى. كارنيماتا هي ديانة فشلة، وحنسميها ديانة لأن ربنا سمى الحاجات اللي اخترعها الإنسان وسمها ديانات. ربنا في القرآن سمها ديانة وقال لكم دينكم ولي دين. هم دينهم ده كانوا بيعبدوا ايه؟ كانوا بيعبدوا الأصنام. هل الأصنام عبادة الأصنام دي ديانة؟ لا مش ديانة، ولكن هم يدينون بتلك العبادة ويدعون أنها دين. وأطلق عليها القرآن نفس الاسم على سبيل المشاكلة، يعني لكم دينكم ولي دين. الهند فيها أكتر من 900 ديانة، واللي يروح الهند يا ما يشوف. وسامحني يا محمود على الدخلة بتاعت الفيلم اللي انت عملته ده أو الدراما اللي انت عملتها، والناس هتسامحك ومحدش يعني على فكرة هيزعل منك. احنا بنحاول نوصل المعلومة بصورة جميلة وصورة معاصرة. السلام عليكم. لم تحقق أمنية. ألفين وعشرين أسوأ عام ليا. أنا عاوز أقول ليك. ألفين وعشرين أسوأ حال ليا. عام. عام؟ ماشي. أنا عملت كده والله. ماشي. يلا سلام. مش القفلة.